MCQs for embryology. طيب which of the following synthesize progesterone؟ البروجستيرون بيصنع من وين؟ من السنسيتيو تروفوبلاست، صنع من السنسيتيو تروفوبلاست. نمبر بي سنسيتيو تروفوبلاست. نمبر 2 all occur during the مريولا stage except الحاجات اللي تحصل في المريولا stage ما عدا حاجة واحدة. طيب الأشياء اللي بتحصل إيش هي؟ اللوكيشن بتاع the cells dictates their fate، بتوري هما على أي ناحية رايحين. The outer cells pump fluid creating a fluid filled blastocell. The outer cells الخلايا الخارجية بتفرز سوائل، بتعمل لنا زي فجوات كده مليئة بالسوائل. tight junction appear between the cells، بيكون في رابطة قوية بين الخلايا at the periphery في الأطراف. isolating the inner cells from the uterine fluid، تفرز الخلايا الداخلية من سائل الرحم uterine fluid، من uterine fluid. كل الأشياء دي تحصل في المريول stage except إنه ما يحصل attachment to the uterine epithelium take place، ما في التصاق مع الuterine. فالخطأ اللي هي إنه يكون في attachment مع الترايم أبيسيليام، هو ده خطأ. during the third week of human development، في الأسبوع الثالث من نمو الإنسان، the cells of the embryo increase in number but become smaller. الخلايا في الجنين يزيد عددها لكنها تبقى أصغر. في the first week of human development، cells of the human embryo increase in number لكنها تبقى smaller. during a second week of human development، في الأسبوع الثاني التروفوبلاست ديفرينشيت انتو سايتو تروفوبلاست وسينسيتيو تروفوبلاست. صحيح اليوتيرو بلاسنتال سيركوليشن بيجين، بتكون في بين الرحم وبين البلاسنتا بيكون في الدم بدأ يتحرك، ده في second week of human development. the inner cell mass ديفرينشيت انتو هايبوبلاست and ايبيبلاست. وصحيح برايمري ستيم في اللاي ابير. صحيح فكل الاجابات اذا صحيحه. كل الاشياء دي حصل في during the second week of human development تحصل as a result of transverse and longitudinal folding of the embryo، لانه الجنين بيكون عنده فولد يعني انسناء طولي وانسناء عرضي. ايش اللي بيحصل فيه بسبب الموضوع ده؟ the brocordal membrane is moved ventrally and caudally. البروكوردال membrane ده بيتحرك للجهة الفنترال يعني الجهة البطنية وللكاودالي للجهة الذيل. والتاني the position of yolk sac becomes incorporated into embryonic body. المكان اليوك ساك بيكون داخل مع الامبريونيك بودي. فالإجابة الصحيحة هي both A and B. Which of the following is normally or always interposed between fetal and maternal blood؟ ايش الحاجة اللي تكون دايما هي مختلطة مع دم الجنين مع دم الام؟ السنسيتيو تروفوبلاست. سنسيتيو تروفوبلاست نمبر سي سنسيتيو تروفوبلاست. الماتيرنال بلود نورمالي كومز ان كونتاكت ويز السنسيتيو تروفوبلاست. السنسيتيو تروفوبلاست ده اكتر شيء اهم شيء دائما هو اللي بيكون ملتصاق دائم كده مع دم الام الماتيرنال. which of the following is not function of the yolk sac in human؟ ايش هي اللي مش وظيفه اليوك ساك؟ من وظائفه انه هو السايد اوف ذا اوريجين اوف بيراميدال جيرم سيلز. صحيح. والتاني هو السايد هو مكان الفيتال بلود سيلز. صحيح. هو السايت اوف اوريجين اوف بيسيليام بتاع البريميتيف جد. صح. فاسيليتيت ترانسفير اوف نيوتريانت انتو ذا ايرلي امبريو، تنقل الغذاء. الشيء الغير صحيح انه هو نوت بروفايد نورشمنت ميتابوليك ريزيرف فور ذا امبريو، ما يجيب غذاء ليه. خلايا اوكي، اي سيلز بريميتيف جد اوكي، بس مش انه يجيب غذاء، مش دي وظيفة اليوك ساك. اوكي فنمبر سي هي الخطأ. at the time of ovulation the endometrium is in the وقت التبويض الاندوميتريوم ايش يحصل؟ لازم يكون جاهز الرحم، يكون جاهز الاندوميتريوم اللي هو بطانة الرحم،
فبتكون في الليت برولاتيف فيس، تكون خلاص في المرحلة الأخيرة من مرحلة إنها يحصلها بروليفريشن، تكاثر يعني، تكون جاهزة لبطانة الرحم في مرحلة التبويض في الأوفيوليشن. Lines in the chorionic after the third development week is lines in the chorionic. طيب الإجابة حتكون، طيب lines in the chorionic after the third development week اللي هي السايت بصران. Always normally situated between maternal and fetal blood. السؤال ده يجي للمرة الثالثة، الكويتشن ده يكرر إنه اللي بيكون قاعد بين الماتيرنال والفيتال بلاد أو in contact مع الماتيرنال بلاد هو سينسيتو تروفوبلاست. 3 times الكويتشن ده. Bleeding may occur near the 13 day of development. يعني لما يكون مثلا المرأة تكون حامل ويحصل يجيها دم، مثلا ينزل منها دم، may be confused with normal menstrual bleeding. ممكن الأم الست تشك إنه تقول مثلا بعد 13 يوم يمكن الدورة، تفتكر الدم ده جاي دم دورة. It's caused by increased blood flow into the lacunar space. الدم ده أصلا هي بيكون في حمل، لكن هو بسبب إنه بيزيد في الدم بسبب increase the blood flow into the lacunar space، عشان كده بيحصل الدم ده فيها. اوكي، ففي 13 ويك اوف 13 داي سوري اليوم 13 من الحمل ممكن يحصل دم بسيط، وممكن خطأ إنه يفتكروه مثلا يا إما يكاد أو إنه دورة عادية، لكن هو بسبب increase the blood flow في اللاكونر سبيس. The extra embryonic membrane which contributes the most tissue to the formation of the placenta is the connecting stock or body stock. ده هو الإكسترا embryonic membrane، الغشاء اللي خارج بيجي من خارج الإمبريو، وهو مهم لمستشو to the formation للبلاسينتا عشان يكون المشيمة، هو ال connecting stock. The extra embryonic epiblast give rise to the contribute cells to which of the following germ layer. طيب الإكسترا embryonic بسيلي ضيقة epiblast ده اللي بيجي من خارج الجنين epiblast بيديني give rise، قال لي contribute the cells to which of the following، ممكن يجيني الإكتوديرم انتوديرم الميزوديرم لأي واحد منهم، لهم كلهم ممكن يجي. طيب البريميتيف ستريك، ايش هو البريميتيف ستريك ديه؟ البريميتيف ستريك ستريك كده بدائي، is the site of infusion of blast cells to form ميزوديرم، هي المكان اللي يحصل فيه انه البلاست سيلز تعملين ميزوديرم الطبقة الوسطى. البريميتيف ستريك ديه site of infusion of blast cells to form الميزوديرم. The bilaminar germ disc، البيلامينار دي البيلامينار بتكون of hypoblast و epiblast، consist of hypoblast and epiblast. Meiosis is completed within the gonads during gametogenesis in which sex. الميوزيس انغسام الميوزيس during gametogenesis in which sex، في الgametogenesis in human male، في الميل في الرجال، يعني يخلص الميوزيس في الجوناتس، في الجوناتس بيكون وين؟ في الميل في الرجال. ميوزيس كومبليتد، ميوزيس انغسام الميوزي منصف ضيقة كومبليتد with the gonads في الجهاز التناسلي during الجاميتوجينيسيس، تكوين الأمشاج in which sex، في المرأة ولا في الرجل؟ في الرجل. Female pronucleus are fully formed before fertilization or after fertilization. Both are wrong. The conceptus is the embryo or fetus, amnion and chorion. لما أقول conceptus هو عبارة عن الجنين مع الأمنيون أن الكوريون، الأمنيون والكوريون ديل بيكونوا الاثنين مع بعضهم هم الكونسبتوس، دي العلغة يعني إمبريو أو الفيتس والأمنيون أن الكوريون. Function of the placenta include all of the following except وظيفة البلاسينتا، إيش هي وظيفتها؟ أهم شيء ما بتبادل الدم بتاع الجنين والأم، لا ما في exchange للميتيرن وفيتال بلاد، لا كل واحد دمه لوحده.
لكنها بتعمل تبادل للغذاء النيوتريانت والالكترولايت الاملاح اللي هي هرمون برودكشن، انتاج الهرمونات البلاسينتا مشيمة، الغاز اكسشينج تبادل الغازات، ترانسميشن اوف ماتيريال انتيبوديز نقل الاجسام المضاده، دي كلها وظائف البلاسينتا. لكن الخطأ هي الاكسشينج بتاع الماتيرنال والفيتال بلاد، لا سكندري اوسايد undergoes completion of the second maturation division. متى السكندري اوسايد دي بتاني يحصل لها completion of second maturation، خلاص تبقى ناضجة في وقت الاخصاب fertilization. at fertilization يحصل الاخصاب. the ovarian follicular cells release، الأوفيريان فوليكولار سيلز تطلق إيش؟ أستروجين. أستروجين the most common site for implementation in ectopic pregnancy is the، طيب لو حصل حمل خارج الرحم أكثر واحد يمشي وين؟ أوفيدكت، في الأنبوب بتاع المبيض الطوالي يكون في الأوفيدكت الأكثر مكان اللي يحصل فيه. هنشوف السؤال رقم 23 ديا، قال the most common site، المكان الأكثر for implantation يعني يحصل فيه حمل in ectopic pregnancy. ectopic pregnancy يعني حمل خارج الرحم is the oviduct. as the time of initiation of implantation، مع بداية الجنين يدخل في الرحم، the predominant ovarian hormone is progesterone، أكثر هرمون مع بداية الحمل يكون منه البروجستيرون. all is true about primary oocyte، ما عدا حاجة واحدة. arrested in prophase of the first meiotic division، في الأول primary oocyte تفضل في prophase together with the surrounding epithelial cells for a bromoidal follicle، تعمل bromoidal follicle صحيح، suffer from alteration until only approximately 40,000 are left at the priority، يحصل فيها تغييرات لحد وقت البلوغ 40,000 بدي تكون ثابتة. continue to form after birth، خطأ البرايمر أوسايد ما تفضل تتعامل بعد الولادة، لا خلاص before birth only. trophoblast an inner cell mass، طيب ده كده 25 questions نوقف هنا وبعدين نعمل تاني other 25 questions.